يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
سبيلا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان كفورا جهولا. أم يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يدخلون على المؤمنين والمؤمنات كفارا غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخفي منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما هو المسيح ابن مريم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي خلق وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد. أفتروا على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ألم تروا أن الله أنزل من السماء أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا
وهو الفتاح العليم وهو العلي الحكيم وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا قل الله قل أفاتخذتم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما فعلون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفرع بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقبلون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولن نرى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض إلى قول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنتم مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعله أندادا وأسروا النداوة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مسرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك هم جزاء يعقلون وعملوا مغفرة لكم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب النار أولئك في العذاب المقيم. فسبحان الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أن هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم ببعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تسرى عليهم آياتنا بياتنا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يسدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا بالحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم من قبلهم الرسل فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتم من أجري فهو لكم إن أجري إلا على الله وعلى كل شيء قدير. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبغي الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن هديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فلو تروا إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب. فقالوا آمنا به وأنى لهم تناوش مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحين لهم من غير ما يشعرون فما كان لأشياعهم يعني
يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لا يفعل الله للناس رحمة فلا ممسك له فما يمسك له رسوله من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هو من خالق غيركم أن يرزقكم من السماء إنه لا إله إلا هو فأنى تصرفون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسنة إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم يجعلكم أزواجا فما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يسر البحران هذا عدو فرات سائل وشرابه وهذا منهم حجاج فمن كل ما تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلة تلبسونها وترى الفلك فيه ولا خارج له من فضله لعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل حسنى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ولا ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إلا تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يسأل الأحياء وما يسأل الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يسأل الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا فلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذبت من قبل وإن يكذبوا فهو لكذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات في صدور الكتاب المبين ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومراكب سود فمن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة Gracias.
الله عليه وسلم.